صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أقف مع قواعد وأحكام شرعية تخص الفرق الضالة وأهل البدع. ولا شك أيها الإخوة أن أهل الضلال والفرق الضالة قد انتشروا في زماننا هذا أيما انتشار، حتى عاد القابض على دينه في هذا الزمان كالقابض على الجمر، وحتى صار الحق في نظر الأكثرين باطلا، وصار الباطل عندهم حقا، وانتشرت البدع أكثر من انتشار السنن، وانتشر الشرك أعظم من انتشار التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. والسبب في هذا كله هو انتشار دعاة الضلالة وفرق البدع والانحراف وعلماء السوء والضلالة. لذلك كان لابد من قواعد وأحكام تخص هؤلاء المبتدعين الذين شوهوا صورة الإسلام والمسلمين. والقواعد يا جماعة مهمة جدا، لابد تنتبهوا لها جيدا. القاعدة الأولى: وجوب معرفة البدع ودعاتها، ودليلها ما رواه مسلم في الصحيح. يعني لازم، يجب عليك تعرف الشر، تتعلم الشر لتجتنبه. والدليل على هذه القاعدة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أنا أسأله عن الشر. السبب شنو؟ مخافة أن يدركني. يبقى قول حذيفة: مخافة أن يدركني، هو الغاية والعلة والحكمة من هذه القاعدة. قلنا وجوب شنو يا جماعة؟ معرفة البدع وأهلها الداعين إليها أو دعاتها. والحكمة من هذه القاعدة، قال حذيفة بن اليمان: وكنت أنا أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على حذيفة. الناس كلهم بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم من الخير، حذيفة كان يسأل من الشر، وما النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، فأقره على ذلك، فكانت سنة إقرارية أن تتعلم الشر والدعاة إليه مخافة أن تقع فيه. وفي رواية عند مسلم لهذا النص، في رواية أخرى عند مسلم، قال حذيفة: تعلم أصحابي الخير وتعلمت أنا الشر. وحذيفة ما بيزن في نفسه يا جماعة، ده ما زم. ليه؟ لأنه قبيل قال مخافة أن يدركني. طيب، تفسير القاعدة دي كيف؟ ما أي أحد يا جماعة يمشي يفتح كتب البدع أو يسمع لأهل البدع، أبدا ما أي أحد. الذي تخصص في الرد عليهم وله الحصيلة العلمية الكافية لذلك
فإنه يتعين عليه، لأننا لم نصل إلى حد الكفاية، فبالتالي يتعين على هذا المتخصص الذي ذكرناه أن يدرس هذا الشر والبدع، ويدرس حال أهلها ليرد عليهم ويفضحهم عند الناس. دي القاعدة الأولى. ودليلها من القرآن: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، وشنو يا جماعة؟ وينهون عن المنكر. فالشاهد في قوله تعالى وينهون عن المنكر، لأنك لن تنهى عن المنكر حتى يكون عندك علم بأن هذا منكر. إذا لابد أن يتعلم هذا المتخصص المنكر، كما أنه لابد أن يتعلم المعروف. صحيح ولا ما صحيح؟ هو لو ما يتعلم أنه ده منكر حينكره كيف يا جماعة؟ طيب، القاعدة الثانية في ذلك: وجوب الفارق بين أهل الحق، أو التمييز بين أهل الحق وأهل الباطل والزيغ والضلال والبدعة. وكيف نميز بينهما؟ أولا، ألا نختلط مع أهل الزيغ والبدع والضلالة أبدا. ومن هنا كانت سنة الهجر لأهل البدع والضلالة. فالإمام النووي، وهذا هو دليل القاعدة، دليل هذه الجزئية، الإمام النووي رحمه الله تعالى لما أتى مسلم رحمه الله بحديث الثلاثة الذين خلفوا، كعب ابن مالك ومن معه رضي الله عنهم أجمعين، وقد هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 يوما، وهم ليسوا من أهل البدع بل هم صحابة أجلاء رضي الله عنهم أجمعين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم لما حصل منهم أنهم خلفوا عن غزوة تبوك. فلما هجرهم لهذا قال الإمام النووي فيه: هجران أهل البدع والمعاصي. ولم يكن هؤلاء الصحابة من أهل البدع طرفة عين، هم صحابة رضي الله عنهم، ولكن قاس الإمام النووي على أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو على أنه إذا هجر من عصى فمن باب أولى أن يهجر من ابتدع، وصاحب البدعة أحب إلى إبليس من صاحب المعصية، ويكون أيضا بعدم السلام عليهم، ما تجلس معهم. ده أولا لما ذكرنا من الدليل وأدلة كثيرة. ثانيا، ألا نلقي السلام على أهل البدع. واحد يقول لك سوداني من السودانيين طبعا طيبين، يقول لك سلام الله ما تدو، أي ما بنديهم، ما بنديهم، لأن إلقاء السلام مستحب ورده واجب. وقد ترك سلفنا الصالح هذا المستحب، أي إلقاء السلام على أهل البدع والضلال، أبدا حتى ماتوا. كل السلف ما كان بيسلم على أهل البدع، ليجعلوا هذا التمييز وهذا الفارق بين أهل السنة وأهل البدعة والضلالة. لقيت تبجي تسلم على أكبر مبتدع، أوه كيف حالك، وتقعد معاه وتضحك معاه، ما بيكون في فارق بين أهل السنة وبين أهل البدعة.
ولكن لا بد أن نفرق في هذا بين العوام وبين رؤوس البدع والضلالة. نقول عامي، العامي إذا أنت بتدعوه ما ممكن تهجره، هو إذا أنت بتدعوه تدعوه. أما الرأس في البدعة والذي يؤصل للناس الشرك وعبادة القبور والطواف بها والاستغاثة والاستعانة بغير الله جل وعلا، أو يؤصل لهم البدع من الاحتفال بالموالد إلى غيرها من الضلالات والترهات، فإن هذا يهجر قولا واحدا ولا يسلم عليه، عشان الناس يحسوا يعرفوا ده أهل سنة وده شنو يا جماعة أهل بدعة. ويكون أيضا ثالثا بعدم مؤاكلتهم، ولذلك قال السلف: آكل مع يهودي أو نصراني ولا آكل مع مبتدع. قال: وكيف ذلك؟ قال: اليهودي والنصراني لا أخاف عليهما، لا أخاف منهما على ديني بقدر ما أخاف من المبتدع. ليه؟ لأن المبتدع شبهة قريبة وقد يجيب لك من داخل الإسلام، أي نعم حديث ضعيف أو مكذوب أو غيره أو غيره، زي الحديث اللي بيستدل بها: إذا أضل أحدكم بأرض فلاد فليقل يا عباد الله غيثوني. ما صحيح، ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يجالس ولا يؤكل، ما تأكل مع مبتدع أبدا أبدا، مش إن عزم الجداد ما تأكل معه أبدا. فلا بد من وجود هذا الفارق والتمييز بين أهل السنة والجماعة. رابعا، يكون هذا الفارق والتمييز ويتضح أكثر ما يتضح بالرد عليهم. إذا كان أهل السنة ما بيردوا على أهل البدعة، صح ما بيأكلوا معهم ولا بيسلموا عليهم، لكن ما بيردوا عليهم. يسألوا من فلان سروري، يقول خلونا منه أسع. ولا يتكلم في أهل البدع مهما كان صاحب السنة عالما أو طالب علم، فإنه حينها يزول هذا الفارق بين أهل السنة وبين أهل البدعة، لأن علماء ودعاة أهل السنة سكتوا عن البدعة وأهلها. وتأمل في هذا الدليل على هذه الجزئية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما يخطب خطبة أو يعظ موعظة يقول في بدايتها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إلى أن يقول: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والتحذير من البدعة يعني التحذير من أهلها أيضا، لأن البدعة لا يقوم بها الحائط، هذا الطوب، ولا يقوم بها الجمادات، ولا تقوم بها الحيوانات. شفت لك حمار جاب بدعة كديس فار؟ لا، وإنما يقوم هذا في الأصل، وإنما يقوم بها في الأصل دعاتها من البشر ومن الإنس والجن، ديل اللي بيقوموا بالبدعة يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما يخطب خطبة في الغالب إلا يبدأ إن الحمد لله، بل قال ابن مسعود كما رواه الدارمي بالسنن: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كما يعلمنا السورة من القرآن. وكيف كان بيعلمهم سورة من القرآن؟ بالتلقين، آية آية، ويقروا وراءه الصحابة رضي الله عنهم لحد ما يحفظوها. كان يعلمهم كما يعلمهم السورة من القرآن، إذا افتتح أحدهم كلامه في الدين أن يبدأه بقوله: الحمد لله نحمده ونستعينه. الرواية دي ما جاءت فيها إن، رواية إن في مسلم من رواية جابر على ما أذكر، ورواية الحمد لله نحمده ونستعينه عند الدارمي، إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ف
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الدليل الأول. الثاني، قال النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود إلى 71 فرقة في الأهواء، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة في الأهواء، فواحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبين فرق الضلال وأعدادها، بل تكلم عن بعض الفرق تفصيلا. لما جاء ذو الخويصرة وقال: يا محمد، إن كان الله أمرك أن تعدل فإني لم أرك تعدل. دي الناس أرى، دي الناس أرى، وده شيخ الحركيين، أول شيخ لهم بعد إبليس طوالي هذا الرجل. قال: فإني لم أرى، لم أرك تعدل. إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام في القصة: يخرج من ضئضي هذا الزول ده قدامكم ده، بعد ما ولى قال ضيضي هذا، وفي رواية: من صيصي هذا، أقوام يقتلون أهل الإسلام يقرؤون القرآن. شوف صفاتهم، فصلوا ولا ما فصلوا؟ لا يجاوز حناجرهم، يتكلمون من كلام خير البرية، خلاص، يمرقون من، يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين. فصل الموضوع وقال صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. تكلم برضو عن فرقة ثانية، القدرية، والحديث صحيح بتاع القدرية بتاع الخوارج معروف. ففصل في هؤلاء. ومن مناقب ابن عباس كما ذكر في سيره ومناقبه رضي الله عنهما ترجمان القرآن، أنه كان شديداً على القدرية. وهكذا تكاثرت النصوص والآثار الصحيحة في تحذير السلف الصالح والصحابة من أهل البدع تفصيلاً وجملة. فلا بد نحذر من أهل البدع ومن دعاة البدع. ده أعظم فيصل وأعظم علامة وأمارة وأعظم أمر يفرق بين أهل السنة وبين أهل شنو يا جماعة؟ البدعة. ثالثا من القواعد، وقد ذكر جزء منها فيما سبق: وجوب الرد على أهل البدع. وأنا أفردتها مرة أخرى لأهميتها ووجوبها. وجوب الرد على أهل البدع ووجوب الرد على البدع. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: كل يوم أو ما أصبح علي صباح أو شرقت شمس إلا وأحييت سنة وأمت بدعة. وما أحيي السنة أيها الإخوة إلا وأميتت بدعة، وما أحيت بدعة إلا وأميتت سنة في مكانها. مثال: الليلة الجماعة بيسووا شنو بعد الصلاة والما يسلموا من الصلوات الخمسة في الجامع، صلاة الجماعة، السنة شنو؟ السنة أولا الإمام أول ما يسلم يقوم من محله، يجلس بقدر: أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما في السنة وكما وضح الشيخ العلامة ابن باز، بس بمقدار: أستغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام إلى آخره، ويقوم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويقوم. دي السنة، دي واحد، دي السنة رقم واحد. يذكر الله عز وجل باقي الأذكار، باقي الأذكار دبر الصلوات يذكرها، صحيح؟ وكذلك المأمومين من وراءه، صحيح؟ دي السنن دي كلها خلوها.
أول ما يسلم أول حاجة الأذكار دي كالضاب يقول بتم ما قاعد يتم بعين. هو شوف الناس قاعدين كتار عشان الفاتحة تكون مسخنة ولا مسخنة بعين شفتها. وبيقوم شنو طوالي يكشحهم ليه؟ لا قام من محله خالف السنة الأولى ولا كمل الأذكار دبر الصلوات خالف السنة الثانية لإحياء بدعة. فبإحياء هذه البدعة أمات سنن. سنن دي كلها موتة. ليه؟ لأنه أحيى بدعة. وسبحان الله المواضع التي يشرع فيها الدعاء الجماعي شرعا صحيحا تلقى غالب مقصرين فيها ما بسووها ما بسووها. شوف التجانية. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه أو إياه. حديث صحيح. وفي حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها آخر ساعة قبل مغيب الشمس يوم الجمعة آخر ساعة من العصر. وساعة ما معنى 60 دقيقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيدي هكذا يعني يقللها. هي وقت يسير يوم الجمعة بعد العصر وقبل المغيب منه شمس تغيب وقت يسير. دي مش سنة يوافقها قائم شنو يصلي إلا أعطاه الله إياه. في الوقت ده الجماعة ديل عندهم بدعة في جميع مساجدهم وزواياهم لحد ما الشمس شنو تغيب في نفس الوقت. فأحيوا بدعة وأماتوا شنو يا جماعة سنة. وهكذا العكس بالعكس. لذلك وجوب الرد عليهم من أعظم القواعد في القواعد والأحكام التي تختص بالفرق الضالة من أهل البدع والزيغ والضلال. واجب الرد عليهم. وسبحان الله إذا سكت علماء الحق عن التحذير والرد على أهل البدع فإن البدع ستنتشر لفشو الجهل ولي رد أهل البدع وعلماء الضلال والبدع على أهل السنة. وده الحاصل الليلة. ما من يوتيوب ولا واتساب ولا فيسبوك ولا تويتر ولا جريدة صحيفة يومية ولا قناة تلفزيونية فضائية ولا راديو ولا غيره إلا الغالب عليهم شيوخ أهل بدع وضلالة وشيوخ دعاة شرك وشغالين يبسوا سمومهم في الأمة يسبوا في الدين ويطعنوا في الإسلام ويطعنوا في رب العالمين. شفت كيف؟ والشيخ الفوزان قال فائدة عجيبة أنا أول مرة أسمعها في قوله تعالى وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا بضم الباء وفي قراءة زبرا بفتحها. قال دي معناتها إن أهل البدع والضلال إذا حصلوا مرحلة يفعلوا هذه الزبر. الزبر قال هي الكتب. قال إذا حصلوا مرحلة يألفوا الكتب لتأصيل الشرك والضلال فإن هذه الأمة ستتقطع ويعاقبها الله في الدنيا قبل الآخرة. وده اللي حصل لما حصل. شوف كتب أهل البدع أكثر من كتب أهل الحق. الفيديوهات بتاعت أهل الشرك والبدع والضلال أكثر من فيديوهات أهل الحق. المحاضرات حقتهم أكثر من حقت أهل الحق. عشان كده الليلة البنزين بيغلى والجاز ما في والسخانة شديدة والموية قاطعة والناس جعانين والمواضيع كلها مشتتة. السبب شنو؟ السبب إنه تركنا المجال لأهل البدع يأصلوا في الضلال والبدع لحد ما ألفوا كتب وجعلوها موجودة ماكسة بين المسلمين وكلها شرك وضلال كلها شرك وضلال. أهل السنة مع إنهم في ناس منهم ما مقصرين علمائهم وكذا ودعاة
لكن كم في المية بالمقابل لأهل الضلال والبدع؟ وإذا قارنا بعموم أهل السنة وعموم أهل البدع، عموم لعموم وجملة لجملة، فإن جملة أهل البدع والضلال والشرك والكفر أنشط من جملة أهل الحق والسنة. أنشط ولا ما أنشط؟ أنشط أنشط يا أخي. إذا كان واحد ملحد ملحد يمشي يحفظ القرآن كله وهو كافر، ويقرأ صحيح البخاري ومسلم ويتعب كله يقرأ، ليه؟ مش عشان يهتدي، عشان يلقط حاجات يطعم بها الإسلام من جوا الإسلام. وده شغلهم الليلة شغالينه، ناس عدنان إبراهيم وعدنان الرفاعي ومين منصور الكيالي وراتب النابلسي ومحمد المنتصر الجزيري وغيره، ده الشغل شغالينه. فبتلاحظ هم أنشط من كثير جدا من أهل السنة، ولذلك دعوتهم رغم أنها باطلة واضحة في الضلال والبطلان لمن كان له علم من أهل السنة، رغم بطلانها انتشرت أكثر من انتشار السنة والحق. احنا زلنا شيطين. كانت هناك مصلحة راجحة للإسلام والمسلمين لدين رب العالمين، فهنا لا ينبري لمناظرة أهل البدع إلا من استطاعها، ولا يستطيعها إلا بثلاثة أشياء: الإخلاص لله عز وجل والاستعانة به حق الاستعانة، الثاني أو الشيء الثاني أن يكون عنده علم كافٍ في رد شبهاتهم، الثالث أن يكون عنده علم كافٍ في شبهاتهم التي من كتبهم. يعني بعد ما أخلصت واستعنت بالله حق الاستعانة لابد يكون عندك علم شرعي من الكتاب والسنة يغطي على شبهاتهم، لكن لو عندك علم وما عارف شبهاتهم برضو ما بتنفع، لازم تكون عارف. عشان كده قالوا شيخ الإسلام ابن تيمية كان إذا ناظر أول حاجة بيمسح للمبطل شبهاته كلها من الكتاب والسنة، ويمسح له من كتبه ذاته، من كتبه ذاته، يعني مثلا يجيب له تعارض لابه هناك من كتابه ذاته صفحة كده، وذاك ذاته يكون شايله ساكت، ويرد على الشبهات ويمسح نهائي، مش يناظر ويترك شبهات عالقة، يكون أعطى الخصم فرصة إنه يبس شبهاته في مجتمع أهل السنة، لأنه المناظرة بيجي فيها أهل السنة بيجاي السني معاه أهل السنة، والعالم من أهل الضلال الضال ومعاه شنو؟ جماعته. فأنت أديته المنبر إنه يسمي مناسك ديل، صحيح ولا ما صحيح؟ فلو ما كان عندك القوة والقدرة إنه السموم والفكة دي كلها تمسحها، حرام تناظر، حرام، ولو زكاك من زكاك حرام، لأنه تأديت الفرصة في حين أنت كنت في سعة من دينك، كان ممكن تعمل محاضرة ما تعمل مناظرة، المنبر يبقى حقك براك، لكن أنت قسمت له المنبر وجبت له ناسك يسمعوا له، انتبه للحتة دي، يسمعوا له، حيملاهم شبهات. يبقى لو ما عندك القوة الكافية في الرد عليها من الكتاب والسنة والأباطيل في كتبه ذاته وكتب أهل البدع، حرام تناظر، حرام عديد. عشان كده بتلقى كتب الاعتقاد وغيره الإمام أحمد يحذر من مناظرة أهل البدع والآجري، صحيح ولا ما صحيح؟ الما فقه المسألة بيشيلوا وسط النصوص دي، إيه جارين يقول لك المناظرات كلها حرام، لا، كلامك ده هو الحرام، المناظرات ما كلها حرام، لكن المناظرات الما فيها الشروط دي هي شنو؟ الحرام. ليه؟ لأنه إبراهيم عليه السلام ناظر ولا ما ناظر؟ ناظر. مفسرون قالوا هذه مناظرة، لما حاج النمرود ابن كنعان أو حاجه النمرود، وإبراهيم عليه السلام ناظروا بأرفع أنواع المناظرات، أرفع أنواع المناظرات، كلمتين بس، لكن لمن يعرف حال المناظرات دي أرفع أنواع المناظرات،
كيف؟ ابن كثير إبراهيم عليه السلام قال له ربي الذي يحيي ويميت. النمرود، ويقال النمرود برضو، جاب اثنين مسجونين من جوا من السجن حقه، قال ده حكم الاثنين ده، قال حكم لهم بالموت. واحد قام قتل قال أمته، والثاني محكوم له بالموت قال أطلقته صراحة وقال أحييته. هنا كان حيكون في جدل، لا ما المقصود كده، لا 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 قاصد، لا ما قاصد، قاصد الموضوع بيكون طويل، صحيح ولا ما صحيح؟ إبراهيم خلى الموضوع ده خلاه وانتقل لموضوع لا يستطيع نمرود. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ديل ما بيقدر يجيبه ما جوا السجن، بيقدر يجرهم بيده، لكن الشمس يقدر يجرها بيده. شفت انتقل كيف؟ دي أقوى أنواع المناظرات، أقوى الحجج. عشان كده ربنا قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. ده ما ساكن، دي أقوى أنواع المناظرات، تنتقل من موضوع الفيه والجدل كثير وتمشي طوالي لموضوع إما قبل المناظرة أو أثناء المناظرة، والاثنين ده كل واحد عنده فهم كثير. قبل المناظرة تختار المواضيع اللي ما فيها كلام كثير وخلاف كثير، يعني ما ممكن تناظر واحد بينكر علامات الساعة كلها، بينكر عذاب القبر، بينكر نعيم القبر، بينكر نزول المسيح عيسى ابن مريم، بيقول انه شيخه اعلم من الرسول لانه شيخه بيتكلم الفرنسي والرسول ما يعرف الفرنسي. تخلي ده كله وتجي تناظر هل تغطية الوجه واجبة او مستحبة؟ ما ممكن، ما ممكن تناظر واحد بيقول غير الله بيعلم الغيب، بيقول شيوخنا بنزلوا المطر، بيقول الفقراء ديل بيخلقوا الجنة في رحم امه، بيقول ان كفر ذاته ابو جهل ذاته ما حصل قدره، تجد ناظر بالسبحة بدعة سنة، قل لك شيخك ذات فلان في فتاوى كذا قال بجوز. موضوع ده موضوع طويل زي ما أقول أحمد البدوي، خلاص. فأنت أمسك في الموضوع شنو العظم، عشان كده إبراهيم طوال انتقل لشنو لشيء لا يستطيعه. ما دك طلعهم بيده من السجن، أها جيب دي بيدك، فأتي بها من شنو من المغرب، فبوهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فموضوع المناظرات أصعب موضوع، لذلك قال الإمام السعدي رحمه الله في مقدمة التفسير قال وهذا لا يقوم به إلا خواص العلماء الربانيين، يعني حتى بالعلماء ما هم، ما كلهم، خواص العلماء. يا أخي الألباني يحكي عن الشنقيطي كما حكيت لكم عن الشنقيطي الكبير صاحب أضواء البيان، مش اللاف فيها سعادة مع ناس السرورية وغيرهم، لا، قال ده كان بحر في العلم، قال وإنما مثاله يذكرني بابن تيمية. الألباني يقول عنه كده، قال ولكن كان لا يستطيع الجدال والمناظرة، مع أنه مؤلف كتاب ضخم في الجدل والمناظرة، الشنقيطي نفسه اسمه أدب الجدل والمناظرة. من هنا نستفيد شنو يا جماعة؟ نستفيد ألا نناظر حتى نتأهل لها، وألا نستعجل، فإن العجلة من الشيطان. والآن مجال المناظرة واسع، لما نقول له نناظر الواحد كلنا قد نظن إحنا والله ما قاعدين نناظر، لا قاعد تناظر غالبنا مع وسائل التواصل دي، فيسبوك واتساب و إلى آخره، تلقى واحد خاش في مجموعة فيها صوفية، فيها حركيين، فيها 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 فيها، يرد على ذا ويرد على ذا، وذاك في الكلام شبهه، ويقوم يتصل الساعه 12 بالليل يا شيخنا الزول ده قال لي كده، هنرد عليه كيف؟ انت دخلك شنو؟ ومصحيني من انت دخلك شنو؟ ليه داخل جوا اصلا؟ ما بيجوز، حرام والله، حرام والله حرام. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما امور مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يا ناس اتقوا الله، رسول ما يجادل ساكت ويخش ساكت ويضيع نفسه ساكت، دي مناظرات. الشيء الشغالين ده في الواتساب في غيره مجموعات، وترد عليه وتمشي تفتش في جوجل تجيب لك رد على شبهه،
وتفك عليه تقول نجمته، انت عارف الرد على شبهه منه؟ يمكن سروري وداك ذاته ده الرد، انت تشيل حقه وتجي ترد على واحد ثاني. فيا ناس افهموا افهموا، الانسان ما يستعجل، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان العجله من الشيطان والتأني من الله تعالى. رواه ابن عساكر وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ما يستعجل. ومن أخطر أخطر الذنوب والجرائم التي هي بسبب الخوض في الجدال والمناظرة بلا علم، القول على الله بغير علم. دار ترد شبهة، أنت قد تجيب شبهة ثانية أخطر من حقة الصوفي ذات، وأنت ما عارف الحاصل. دار ترد على شبهة، تجيب شبهة أكعب من حقة ذات. عشان كده ربنا قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله بيسألك عن الفتوى والقول عليه جل وعلا بغير علم. الأولى أن تسكت، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، أو لا أعلم، أو لا أدري. تسكت، ما تناقش ولا تناظر. ولا ربنا كلفك أنت وأنت لا تستطيع الرد على هذه الشبهات، ما كلفك أن تدخل مع أهلها أهل الشبهات وترد عليهم، فأنت لا تستطيعها. دي مسألة مهمة جدا جدا، من أهم المسائل. كذلك كده كم قاعدة؟ أربعة قواعد. القاعدة الخامسة: لا بد أن تجتهد في تحصيل العلم لتنفع به نفسك والمسلمين، وأن لا يكون همك من هذا المراء والجدال فقط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليماري به السفهاء. إلا شنو؟ ليماري به السفهاء، أو ليجادل به السفهاء، أو يماري به العلماء. فالنار النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمك ده يكون خالص لله. قيل للإمام أحمد: وما إخلاص النية في العلم؟ قال: أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن المسلمين. لكن ما تقول كده: أصبر أنا بتعلم وأجي أسوي وأفعل وكذا وكذا، يكون همك الرياء والمماراة والجدال. اتعلم، بعد ذاك الجدال ده بيجيك لما تبقى قدره. هم أهل البدع كتار، بيلاقيك ما قالين دارت الدارة منه ما ترت الدارة، يعني ما تستعجل بيجوك. انت اجعل همك ترفع الجهل عن نفسك وعن المسلمين، الموضوع الثاني ده بيجيك براو اذا جاك. وانت اهل له فتوكل على الله عز وجل واعد العده. بتتوفق بتتوفق. الامام عبد العزيز الكناني ان صح الكتاب بتاع الحيدة اختلف فيه علمانا. الشيخ الفوزان قال ثابت، والشيخ الالباني قال ما ثابت. كتاب الحيدة خلاص مناظره عجيبه. والشيخ محمد أمان الجامي وفق بين الأقوال، قال: إذا ثبت أو لم يثبت فإنما فيها غالبه وأعظمه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا مواضع يسيرة جدا. المهم، الإمام عبد العزيز الكناني في مقدمة كتاب الحيدة في معنى كلامه قال: أول ما ماشي ناظر بشر المريسي، مجرم كبير ده، كان محتمي بالسلطان، قال وعبد العزيز الكناني رجل عالم، ما زول عالم وحافظ القرآن بتفاسيره والأحاديث وكل حاجة. ده أول حاجة، عد العدة. اثنين، قال: فصليت وسألت الله تعالى أن يخلص نيتي وأن يعينني وأن يفتح علي، وما زلت أدعو دعاء طويلا. وهكذا استغاث بالله واستعان بالله وتوكل على الله. قال: ثم ذهبت إليه نجم لك، حتى الحاكم ذاته عرف النزول ده تنجم، موضوع انتهى. وبقى كتاب مرجع يرجع له علماء وأئمة كبار من سلفنا الصالح، كتاب الحيدة. مناظر دي كانت كتبت
والآن موزعة للمسلمين، لكن لأنه أعد العدة وأخلص النية لله سبحانه وتعالى. فالإنسان ما عنده عدة ما يجهجه نفسه ساكت يا جماعة. وأنا بستغرب بعض أخواننا، الواحد يمشي يوقع معهم مناظرة مع الصوفية مثلا، يوقع مناظرة هو يوقع براو ويختار الموضوع براو، شفت كيف؟ والجماعة يصروا في الموضوع وما عارف يجي يضرب يقول لكم يا أخواننا والله طبعا في مناظرة وما تخزلوا الدعوة. أنت خزلت أول واحد، أول واحد باستعجالك وجهلك خزلت أول واحد. من قال لك وياتوا موضوع بيختاروا؟ وهل أنت تعرف المواضيع التي يناظر فيها أولا قبل الأخرى؟ أنت عارف يا تا الزول ما يورط نفسه ويضيع يعني كثير من دينه ويضيع الدعوة عنده بهذا الأسلوب والاستعجال والتعجل. الإنسان ينتبه يا أخي. وما أي زول يقول لك، ما أي زول بيناظر يقول لك دارين معاكم مناظرة، تجي جاري تقول فلان فلان منو فلان منو. أي زول بيناظر، أي زول لافي بالشارع بيناظروا، أي زول قال نحن كعبين يناظر. نحن حنناظر الكرة الأرضية دي كلها أكثر من كم مليار، تعال مناظرة انتهي، تعال انتهي، لا نصلي لا نصوم لا نتعشى لا نفطر، بس نقعد نناظر. ده ما كده يا جماعة، ما أي زول بيناظر. ولا كل صاحب ضلالة بيناظر، برضو دي مسألة، ليس كل صاحب ضلالة يناظر، ولا أي إنسان نبذنا ولا تكلم كلام فاضي معناته ده يستحق المناظرة. من الناس من يستحق السكوت ويموت بسبب السكوت، داك مات ولا ما مات؟ لكن الآن مات كمت لأنه ما بزول يشتغل به، زول بلي ساكت. فما أي زول بيرد عليه ولا أي إنسان بيناظر. أهل الباطل أكثر من أهل الحق في الكرة الأرضية دي في الواطة دي، لكن ما يزول بيناقشوا من أهل الباطل. ولا بعدين أنت تعلم شيء، بدل ما تضيع زمنك في واتساب في فيسبوك تناقش لك زول هو أصلا ما داير الحق، أساسا ما داير الحق، تضيع فيه 70 ساعة. بدل ما تضيعها في ده، في زول لو لقى منك 7 دقائق ربنا ممكن يهديه ويبقى سلفي صحيح، 7 دقائق بس، زول أصلا بيفتش فيك وبيحب التوحيد لكن دار يتعلم وما لاقي وينهم الناس اللي بيعلمون ذيل، بيفتش ولما يلاقيه يقول لك وين انتم ما كلمتوني بالمحاضرة ليه؟ والله كان بجي. هل أولى ده ولا أولى الزول المهرط؟ قال الله، يقول لك لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا لا. ده كيف انت تطيب معه زمنك؟ ده تعرض عنه طوالي. شيخ ربيع قال حفظه الله تعالى وصى الوصية دي، قال ما تضيع زمنك مع الإنسان الما داير الحق. انت عارف ما داير الحق، يرد الأدلة ويرد الآيات ويتعصب لكلام شيوخه أيا كانوا، ويقدم كلام شيخه وكلامه هواه على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ده أولى منه الإنسان الذي يبحث عنك، يبحث عن الحق. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأنا أقدم بعد الصلاة إن شاء الله الشيخ أحمد البدوي.